السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. احنا طبعا في مشروع مكيفات او جنرال، راح ندخل. طبعا تم تشغيل مكيفات يوم امس من 24 ساعة، والان عملية طبعا تشييك على تبريد. هون الصالة أنا عندي مكنتين، طبعا مثل ما سامعين هون عندي أنا طبعا الحمد لله التبريد ممتاز، وأتوقع أنه عملية التبادل الحراري تمت خلال 24 ساعة. يعني أنا عندي عملية التبريد مثل ما حكينا بفيديوهات سابقة، أنا لازم يكون في عندي تبادل حراري. أنا عندي هون حاليا جدران باردة طبعا، والأرضيات والأسقف وكل شيء عندي هون موجود بارد. عمليا المكيف لما يوصل عندي لدرجة الحرارة المطلوبة اللي هي عندي هون 20 درجة مئوية يبدأ الكمبرسر يرتاح. وطبعا الاستخدام والاستثمار الأمثل للمكان المبرد يلعب دور كبير في طبعا يعني جودة التبريد، على أساس أنه أنا هون مثل هذه الصالة طبعا مثل ما عم تشوفوا مفتوحة باتجاه الطابق الأعلى، أيضا عندي مكيفات بصالة الطابق الأعلى، وبالتالي يجب تشغيل المكيفين الموجودين عندي هون في هذه الصالة، ويجب تشغيل المكيف الموجود عندي أيضا هون في هذه الصالة عندي هون، لأنه هذه الصالة أيضا مفتوحة هون عندي على الصالة. مثل ما عم تشوفوا هون عندي واجهات زجاجية، وعندي هون أيضا واجهة زجاجية كاملة. والمكان بعد 24 ساعة بالرغم من عدم وجود طبعا ستائر هون، بالرغم من وجود عندي واجهات زجاجية، بارد وواصل لدرجة التبريد المطلوبة اللي هي 20 درجة عندي موجودة. طبعا الاستثمار الصحيح انه انا عندي هذه الصالة لتحت فيها تبريد مفتوحة باتجاه الصالة العلوية، المفروض يتم تشغيل المكيفات الموجودة في الصالة العلوية المفتوحة على مكيفات الطابق الأرضي حتى يتم الحصول على تبريد ممتاز، لأنه عملية التبادل الحراري راح تتم. عم تشوفوا هون عندي أنا درجة حرارة الجدران واصلة لدرجة حرارة المطلوبة عندي هون 20 درجة. وبالتالي عملية التبريد ممتازة. طبعا في حال تم تشغيل مكيفات الطابق الأرضي وأطفاء مكيفات عندي هون الصالة المفتوحة على الطابق الأرضي تم إطفائها، عملية التبريد حصير في عيلها أو عندنا خلل كبير في هذا الموضوع. وبالتالي أنا بفضل تشغيل كامل مكيفات المنزل أو الأماكن، يعني على أقل تقدير الأماكن المفتوحة على بعضها البعض، على أساس أنها توصل لدرجة حرارة وتبادل حراري مطلوب، وبالتالي بيصير عملية التغلب على فروقات درجات الحرارة بسيط، وأيضا بيرتاح عندي المكيف. يعني أنا هون عندي درجة الحرارة السيتنج الموجودة 20، في حال تم مغادرة المنزل أو ما في استثمار للمكان خلال ساعات معينة من النهار، فينا احنا نرفع درجة الحرارة ل 26 أو 27 درجة حتى ل 28 درجة ويبقى المكيف شغال. بهاي الطريقة طبعا المكيف ما راح يشتغل فترة طويلة، لأنه عند عملية التبادل الحراري عندي هون مع الجو الخارجي تمت وتم التغلب على فروقات درجة الحرارة. عند القدوم إلى المنزل أو استثمار المكان ما علينا إلا أن ننزل الدرجة عندي هون للدرجة الموجودة عندي هون 20 درجة، وبالتالي يبقى المنزل بارد. طبعا مثل ما عم تسمعوا هون عندي أنا هون ما في أصوات، شوفوا هون عندي أنا بالنسبة لمكيفات سبيل الدكت إذا سامعين صوت،
طبعا الأصوات اللي عم تصدر هون من مكيفات الأوجنيرال بالنسبة لمكيفات السبلت أعلى بكثير في حال كان محطوط المكيف على الفول سبيد. بالنسبة لمكيف السبلت دفع مكيفات السبلت عالي جدا لأنه بيدفع الهواء بشكل مباشر عندي. هون راح نشوف احنا هون في الصالة طبعا راح نسمع صوت إذا في صوت دفع هواء مثلا مزعج أو لا. طبعا ما في صوت مزعج عندي. راح تشوفوا معي الفرق ما بين صوت مكيف السبلت، راح تتفاجئوا انه دفع مكيف السبلت صوته عالي جدا. طبعا هون انا عندي شغال مكيف على الفول سبيد وبالتالي دفع الهواء لمكيف السبلت عالي جدا. طبعا بامكانك انت تنزل من سرعه المروحه الى يعني الميديوم او المينيموم او اللو. عندي هون شوف كيف صوت مكيف السبلت. طبعا دفع هواء عالي. راح تشوفوا هون انا هذا المكيف اللي عندي طنين ونص سبلت، راح تشوف مكيف 3 طن دكت. طبعا هاي صوت الماكينه بالنسبه للمكيف 3 طن دكت. طبعا دفع الهواء بالنسبه لمكيفات السبلت الاو جنرال عالي جدا طبعا على الفول سبيد. مثل ما بتشوفوا هون انا عندي هاي الصاله مع غرفه النوم الرئيسيه سبلت دكت. عندي هون ماكينه 3 طن وعندي هون طبعا ماكينه اخرى. طبعا بتعطي هون ديفيوزر. راح تشوفوا معي هون انا هذا الحمام كبير مركب فيه مكنتين 4 طن. تشوف صوت مكنتين مع بعض ومفتوح الفورس سيلينج. طبعا انا هون عندي مكنتين في هذا الحمام، واحده بتروح باتجاه الصاله وواحده باتجاه هذه الغرفه. طبعا مثل ما سامعين هون عندي انا الصوت الكامل طبعا لانه مفتوح عندي الفورس سيلينج. في حال تم اغلاق الفتحتين هون راح يخف عندي الصوت. هاي ماكينتين مع بعض بنفس الحمام تقريبا نفس صوت مكيف السبلت. راح نطلع طبعا لما يتم اغلاق باب الحمام ما بيعود في عندي سماع لاصوات المكاين. طبعا دفع الهواء بالنسبه لمكيفات السبلت دكت بيكون السرعه بتكون اقل من السبلت يونت على الفول سبيد على اساس انه السبلت دكت عندي بيكون هادئ وغير مزعج، فبالتالي يجب دراسه موضوع الدكتات وتوزيع الهواء بشكل جيد. شوفوا السبلت هذا صوت مكيف السبلت. طبعا صوته طبعا عالي على الفول سبيد، احنا مشغلينه على الفول سبيد على اساس يتم تبريد المكان بشكل سريع. طبعا الكاستمر فيه ينزل السرعه للسرعه اللي هو بيريدها. انا حبيت بس ابين الاستثمار الصحيح او التشغيل الصحيح بالنسبه للمكيفات سواء السبلت يونت او السبلت دكت. ومثل ما شايفين معنا الحمد لله تم تشغيل هذا المشروع والأمور بخير والحمد لله رب العالمين. طبعا نوعية تكييف أو جنرال الغاز 410. أنا بس حبيت أكد على موضوع الاستثمار الصحيح للمكان لأنه في حال تم استخدام المكيفات من الكستمر بشكل خاطئ راح تواجه مشكلة
انه رح يشتكي من عدم التبريد، فالمفروض يتم تبريد المنزل المسكون. طبعا المنزل المسكون اوريدي يعني بيكون شغاله فيه المكيفات، ولكن الاماكن المفتوحه على بعضها المفروض كل المكيفات تكون شغاله بنفس الوقت، ويستطيع الكاستمر رفع درجه الحراره عند مغادره المكان على اساس يفصل عندي الكمبرسر وترتاح الوحده الخارجيه، بيتم عمليه تبادل حراري بالنسبه ودفع هواء بالنسبه للفان كول الموجود عندي. يعطيكم الف عافيه متابعينا الكرام.